امبارح كان عرض الحلقة الثالثة من The Masked Singer انت مين؟ ورجعنا شفنا الشخصيات اللي ظهروا في الحلقة الأولى وهم الذئب كوبرا الطاووس نفرتيتي والوحش بأداء جديد وملفات أدلة جديدة، وزاد الغموض أكتر خاصة بشخصية كوبرا والطاووس. بس تعرفوا قدرنا نكتشف أمس مين النجم المتخبي وراء الوحش واللي هو فودال. وإذا بتتذكر صبحي بالحلقة الأولى أنت قلت هو نجم من المغرب العربي وهالتوقع كان بمحله. صح، يعني أنا وقتها سميت شاب مامي يعني بس طلع فودال لأنه الستايل طبعا مش كتير بعيد عن بعض. حتى امبارح سيرين كمان قالت نفس الاسم، وقصي ومهند كمان راحوا لتسمية نجوم من المغرب العربي، هن شاب خالد وردوان. صحيح، وندى مراسلتنا قدرت تكتشف الاسم بما انه خلاص دي تالت حلقه ليها في الكواليس، يعني اكيد دخلت في اجواء اللعبه بشكل مش طبيعي وحاولت تخترق كل الاحتياطات اللي حطاها ام بي سي علشان تعرف مين النجم المتخفي. هاي هي الأدوات اللي قررت ندى أنها تستخدمها لتحاول تعرف شو عم بيصير بالكواليس ومين المتخفي وراء القناع، والمهمة ما كانت كتير سهلة. وطبيعي ما تقدر تصور شيء، فالاحتياطات اللي أخذتها الـ MBC بمنع التصوير مو ممكن حدا يخترقها، لهيك اضطرت ندى تروح على البلان بي، وهي محاولة أخذ معلومات وكلام من المحققين. تراندينج شاكك بشغلة. تراندينج مرة بعد يكون عافية. شو تكون بكل شيء بتكون يا وبعدين من لكم شو الحقائق. اليوم الوحش انتهت رحلته معنا، جاي مصدوم ما عرفت مين هو. كل يوم راح أجيكي مصدوم. طب ليك عن جد هلأ نحن تراندينج كتير بس هون يعني عطينا الساحة وما عم نعرف شيء، بس أنا حسب ال هيك التكهنات والأدلة بحس أني عرفته. مستحيل. ما تستقل يا مهند بالحس التحقيقي عن ندى، ففضولها القوي خلاها تكتشف شخصية الوحش. هلأ تريندينج حسب الأدلة بعتقد أني حذرت مين وراء الوحش. بعتقد أنه فودال. بس بما أنه ممنوع وجودنا بالاستديو، وقت الكشف عن الاسم رجعت ندى لتستعين بالمحققين. بس يفوتوا هالمرة أنا يلي رح أعلن الاسم ورح نشوف ردة فعلهم كيف رح تكون. عندك حزر الاسم؟ أنا حزرت الاسم حقي. بعتقد عن جد ورا الوحش هو فودال. مين؟ فودال. لا فودال. لا حلوة حلوة، يعني التجربة كتير حلوة، يعني إنه برافو، لأنه واحد بالاحتمالات يعني راي وفضيل ومغرب وتونس وكذا والجزائر. خلص يا قصي، الرياكشن اللي عوشك أنت وحسن فضحكن، ولا تنسى إنه نحنا تريندينج ولقطناك لما حاولت تضغط على خصر مهند حتى ما يبين أي رد فعل. اثبت يا مكانك. اثبت. لا أنا أيقظ أنا حذرته. تريندينج حذر مين ورا الوحش؟ إتس فودال. مين قال لك؟ طب شوفي الرياكشن. انا الادله تبعي، واذا بدكم بغششكم. طيب اوكي غشش، تعي نغشش الناس سوا.